أسعار فراخ البيضة 5/8/2023، سعر فراخ البيضة عامل 73 جنيه، ارتفاع في أسعار فراخ البيضة. سعر الفراخ البلدي عامل 130 جنيه. تعال ما أقول لك باقي الأسعار، الوراك والبانيه والشيش، تابع معايا. سعر الوراك النص فرخة عامل 75 جنيه، وراك النص فرخة عامل 75 جنيه. ده النص فرخة اللي هو بيبقى من ورا ده، الكيلو فيه عامل 75 جنيه. سعر البانيه سواء صدور او شرايح احمر منزلش مية زي ما انت شايف، الكيلو عامل 160 جنيه. سعر البانيه الكيلو 160 جنيه، بانيه احمر منزلش مية زي ما انت شايف وموضح في الصورة. سعر الوراك المخصوص عاملة 93 جنيه، وراك المخصوص مخلية من الظهر عاملة 93 جنيه، وراك مخلية ما فيهاش جلد كتير ولا عظم، الكيلو عامل 93 جنيه. سعر الكبد وقوانص عامل 80 جنيه، كبد وقوانص عامل 80 جنيه، في كبد بس عاملة 90 جنيه، في كبد بس عاملة 90 جنيه، وفي قوانص بس عاملة 75. سعر الشيش طاووق مصنفر من الدهون زي ما موضح في الفيديو، كيلو عامل 155 جنيه، شيش طاووق كيلو عامل 155 جنيه، شيش مصنفر من الدهون. سعر الكيلو الشاورما عامل 155 جنيه، كيلو الشاورما عامل 155 جنيه، سواء شاورما بانيه او شيش طاووق، دي شاورما شيش طاووق على قطعة بانيه فقط. سعر البط البلدي بتنضف زي ما انت شايف كده، كيلو عامل 145 جنيه، بط بلدي زي ما موضح كده في الفيديو، نضافة الله أكبر عليها. وفي رومي بلدي برضو عامل 180 جنيه، وفي رومي أبيض عامل 155 جنيه. سعر الدبابيس عامل 92 جنيه، سعر الدبابيس عامل 92 جنيه. سعر الأجنحة الصافي بالكتف عاملة 60 جنيه، أجنحة صافي بالكتف عاملة 60 جنيه، جناح صافي معاك كتف بتاع الورك المخصوص اللي احنا طلعناه، الكيلو عامل 60 جنيه. سعر جوز الحمام عامل من 110 لـ150 جنيه على حسب حجمه، جوز الحمام من 110 لـ150 جنيه على حسب حجمه. في رومي، في جامبو، في سوبر جامبو. سعر سعر صدق الفراخ عامل 130 جنيه، صدق الفراخ عامل 130 جنيه، حاجة مضمونة وعلى ضمانتي بأمر الله، صدق فراخ عامل 130 جنيه. سعر برجر الفراخ عامل 110، برجر الفراخ عامل 110 كيلو. سعر حواوشي الفراخ عامل 90 جنيه، حواوشي فراخ 90 جنيه. وفي كفتة فراخ عاملة 130 جنيه، وكفتة الفراخ عاملة 130 جنيه. سعر الفراخ الأمهات عاملة 65 جنيه،
فراخ الأمهات عاملة 65 جنيه. سعر البط البلدي 145، البط البلدي كيلو عامل 145، البط المسكوفي عامل 125، البط المسكوفي عامل 125، والبط البكيني عامل 95 جنيه. بأمر الله كل الطيور موجودة في محلات بيت الطيور، هتلاقيني موجود على كواي دايما يوميا، بنزل 3-4 فيديوهات في اليوم على كواي، وهتلاقي الأرقام موجودة. سعر السكريبانيه عامل 160 جنيه، كيلو عامل 160 جنيه، زنجر البانيه عامل 160 جنيه، بيطلع من موز الفيليه، بيطلع من موز الفيليه. سعر جوز الحمام عامل من 110 ل 150 جنيه على حسب حجم الحمام، زي ما موضح في الصورة، ده حمام كبير شوية يعمل حوالي 125 جنيه. حمام زغليل الله أكبر عليهم، حاجة مصدرة وكويسة، بسم الله الله أكبر. سعر الأرانب الكيلو عامل 95 جنيه، أرانب الكيلو عامل 95 جنيه، الأرنب من كيلو ونص لاتنين إلا ربع لاتنين كيلو. لو لسه ما اشتركتش معانا اشترك معانا، يوميا بننزل أسعار ونعرفك سعر الصنف اللي موجود. برضه لو انت حابب تتعلم حاجه انضم معانا انضم معانا للقناه، هنعلمك حاجات كتير قوي، هنعلمك ازاي تقطع بنيه وازاي تخلي، هنعلمك كل حاجه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، مع سعر بكره بامر الله.